احنا في هذه الندوه اليوم كنعملوا غير كنستمروا في تفعيل البرنامج ديال اللجنه اللي قدمناه في المجلس امام المجلس الوطني. كانت ندوه اولى حول اصلاح بعض مواد المدونه في علاقتها بالتحولات السياسيه الاقتصاديه والاجتماعيه وخاصه فيما يخص الوثيقه الدستوريه ل 2011. اليوم نحن سنناقش التزامات المغرب الذي كان سباقا وعندنا مكتسبات كبيره فيما يخص حقوق النساء. المؤتمرات الدوليه الخاصه بحقوق النساء المغرب كان دائما حاضرا فيها، وعلى راس المؤتمرات مؤتمر بكين عام 1995. جميع المواثيق الدوليه التي تهم حقوق النساء التزم بها المغرب، وقع عليها ورفع بعض التحفظات التي كانت على بعض المواد بصفة تدريجية، ولكن رفع هذه التحفظات وخاصة فيما يخص قانون الالتزام بمحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي صوت في 1979 وبدأ في تنفيذه في 1981. نحن اليوم هنا في وقفة لنرى ما هو واجب علينا أن نستمر فيه. لنا مكتسبات، لنا إرادة ملكية دائما تهتم بأكثر من حقوق للنساء، ونحن هنا اليوم لندلو بدلونا في هذا النقاش الكبير العمومي الذي يهم مستقبل بناتنا وأبنائنا. هي مسألة مجتمع، مسألة دولة، ليست مسألة مرأة أو نساء. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تيفي.